صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت أستمع لأحد الأشخاص وهو يتحدث عن قول الله جل وعلا في قصة نبي الله سليمان والهدهد، وقوله تعالى عن الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فقال: إن الهدهد عرف السياسة وفقه الواقع أكثر من نبي الله سليمان، هل كلام هذا يعد تنقص للنبي الكريم سليمان عليه السلام؟ إيه نعم، هذا لا يجوز الكلام هذا، يعني أنه أفهم من سليمان، لكن لو قال أنه اطلع على ما لم يطلع عليه سليمان، سليمان بشر ما في شك أنه ما يطلع على كل شيء، والهدهد عنده قدرة وطار إلى بلاد اليمن واطلع على شيء لم يطلع عليه سليمان، ولم يقل أنا أفقه منك أو أنا أعرف منك، بل قال أحط بما لم تحط به، يعني اطلعت على شيء لم تطلع عليه. نعم.